انت سألتني من شوية عن تاريخ الاهلي، وانا قلت لك عن اهمية التاريخ في مراجعة يعني تراكم الخبرة. تراكم الخبرة ده بيديك خط او بيديك منهج تشغل عليه ازاي، فبيسهل عليك كإدارة او كجمهور او كعاملين في الاهلي او كفنيين ان الدنيا ماشية ازاي او منظومة القيم ماشية ازاي. تمام، انا بسرعة كده هحكي لك واقع حكاها لي الكابتن عادل هيكل رحمة الله عليه. الله ان يرحمه. هو مرة كان في مباراة كورة بيلعبها، فقال فابن خالته كان عايز يخش المباراة على ملعب مختار التتش، فهو راح عشان يدخله من البوابة بتاعت الملعب عشان يتفرج على الماتش. فالموظف اللي على البوابة قال له ما ينفعش عشان معهوش تذكرة. فالكابتن عادل هيكل سن الشباب بقى، انت عارف ما تعرفش انا مين، انا فان افتح. فالمهم الشبكة في بعض والتاني اصر لان لوائح او قواعد الاهلي صارمه التنظيميه وده متوارد. فحصل اشتباك بينهم وبين بعض، فكابتن عادل هيكل رحمه الله عليه هو حكى لي يعني قال لي ضربت بوكس في عينه يعني، فورم له عينه. فوصلت هذه الواقعه الى مختار التتش فاصدر قرار بمنع عادل هيكل من دخول النادي الاهلي 3 شهور. وكان ايامها احسن حارس في مصر منتخب واهلي، والاهلي بينافس على البطوله. قال طز في البطوله، احنا مش عايزين بطوله، احنا يهمنا الروح الرياضيه من الاخلاق، اذا اصطدم الهدفين مع بعض فاحنا بننتصر للروح الرياضيه. اللي حصل عادل هيكل دي كانت بالنسبه له صدمه كبيره جدا، لانه كان نجم كبير قوي وده النادي الاهلي ومنتخب مصر، وكان طالع بعد عبد الجليل وعامل انجازات جامده. ف حد شرع عليه قال له طب ما تروح لاحمد عبود باشا تتظلم من القرار بتاع كابتن التتش. قال خدت بعضي ورحت لاحمد عبود باشا في مكتبه في عماره الاوتوموبيليا اللي هي كانت اكبر عماره في مصر ايامها، اللي هو بناها يعني احمد عبود باشا، وكان عنده مكتب فيها بيدير فيها مشروعاته يعني او استثماراته. فراح قابله حكى له الحكايه، قال له انا كذا كذا كذا، قال له طب استناني شويه. فالمهم بعد ما خلص شغله خده معاه في العربيه وراح النادي الاهلي، ودخل بالعربيه النادي الاهلي اللي هو البوابه الشرقيه اللي هي ناحيه نادي المعلمين. دخل بالعربيه وركنها وقال له وقفل العربيه وقال له استناني هنا جنب العربيه، وقال له اما اشوف كابتن مختار. بيقول لي بيحكي لي عادل هيكل بيقول له دخل المبنى الاجتماعي ومبنى راتب اللي هو القديم ده، وشويه لقيت كابتن مختار جاي من بعيد وبيزعق لي انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش موقوف؟ فشاور له على العربيه بتاعت الباشا. بيقول لي وهو بذكاء شديد هو لاحظ ان الباشا جاي، يعني دخل دور عليه ما لقوش فراجع، هو راجع الباشا فهو يعني تظاهر ان هو ما شافوش. قال له انت مش موقوف؟ اللي يوقف مختار التتش ما يخشش النادي تاني، لو شفتك في النادي تاني مش هتخش النادي الاهلي مدى حياتك، طول حياتك. اتفضل اطلع بره. انا مش هطلع بره. والباشا بيقول بينه وبين الباشا خطوات، لكن هو ثابت واقف بيتكلم وثابت وما تهزش منه شعره، ثابت على موقفه. بعدين بيقول انا اندهش ازاي بيقول ده والباشا واقف واطلع بره وبتاع. بيقول خدت بعضي ومشيت وعمال ابص ورايا. انا مش مصدق هذا الموقف يعني. بيقول هو واقف والباشا قرب منه ووقف جنبه، وبعدين الباشا لقيته الباشا واخده من ايده واخده من دراعه، واحنا ممكن نتصور ممكن هو قال ايه للباشا يعني. انا بتصور ان هو قال له لما مختار التتش ياخد قرار لا رئيس النادي ولا غير رئيس النادي ده مش سلطتك، ده سلطتي انا. كان ايام اعتقد كان مدير كوره او مدير نشاط او كمختار التتش، لان هو كان ليه سلطه معنويه وسلطه ادبيه. لو قال اعملوا كذا وحتى من غير اي منصب ما كانش رئيس نادي، عمره ما كان رئيس نادي، بس كان مسؤول عن فريق ولا دخل انتخابات ولا حاجه من دي. لكن لما مختار التتش يقول حاجه لابد ان تنفذ. المعيار هنا ايه؟ معيار تربوي، ان هو ضرب عامل يعني ضرب عامل. فانا ما عنديش بقى ده نجم ولا مش نجم، التصرف نفسه خارج منظومة قيم النادي الأهلي. لا، الجميل اللي بيحكي لك الموقف هو نفسه كابتن عادل هيكل. وعادل هيكل قال لي بقى بعديها، قال لي يعني أنا اتعلمت من الدرس ده مش هتخانق في النادي الأهلي. قال لي لا لا لا، قال لي بره النادي الأهلي لو حد جر شكلي استحالة إن أنا مد إيدي، أو استحالة إن أنا أزعق، أو استحالة إن أنا أشتم، لأن حصل حسيت إن أنا ارتكبت جريمة عظمى ولم أرجع النادي إلا بعد
ثلاث شهور. فانا هنا ما بنتكلم على منظومة القيم، هي دي بقى منظومة القيم متوارثة الأجيال. دي منظومة القيم، دي مش مكتوبة في كتب، يعني مش مكتوبة في لوائح، لكن القيم دي أو التقاليد دي الراسخة بتتوارث من جيل لجيل مش بكتاب. يعني في بعض الدول العظمى الكبرى ما عندهاش دستور، لكن عندها منظومة قيم بتتوارث، ودي أقوى أعراف، أقوى من القانون وأقوى من الدستور أكيد. فإحنا هنا ما بتكلم عن تاريخ الأهلي، لأن ده بينتقل من جيل لجيل، وده أقوى جدا من أي قانون. يعني على طول بتصدق اللي فات حصل إيه، خلاص لما في المشكلة دي حصل كذا كيت كيت. أنا قلت لك الحلقة اللي فاتت إن واحد بس مجرد زعق مكتوب في محضر مجلس إدارة إن فؤاد درويش ده زعق لسليمان، كان اسمه سليمان إيه؟ سليمان فايق. الاثنين كانوا لعيبة في الفريق الأول، أول فريق في النادي الأهلي، ده مجرد نزعق له فكانت مصيبة وكارثة وجريمة كبيرة. إن إزاي زعق له في وشه؟ زعيق بس. فأنت هنا يعني المنظومة القيم دي ما بدأتش مع في حادثة حسين حجازي بتاع سنة 28، ولا حادثة الخمس لعيبة اللي بتوع 1917 أو 18 في الفترة دي لما قدموا استقالة أو طلبوا يتنقلوا والنادي الأهلي قرر إن هم ما يخشوش، إن هم خلاص هيستغنى عنهم مش عايزهم، وبعدين بعد كده بعضهم تراجع في قراره، وكان من ضمنهم أعتقد كان حسين حجازي أو حاجة زي كده. المهم ما كانش ده، لا ده دي أول واقعة دي اللي هي كانت سنة 1912 النادي الأهلي يعني بياخد قرار بشطب لعيب لمجرد إن هو زعق. طيب بمناسبة الواقع، الرياضة في النادي بدأت في الحقبة ديت ولا كانت قبلها بسنة أو سنتين؟ الرياضة بدأت في الحقبة دي اللي هي 11 12 13. في ذلك الزمن ما كانش في يعني كرة القدم ما كانتش منتشرة، كانت منتشرة في بدايات القرن وفي قبل بدايات القرن، قبل بدايات القرن بكذا سنة عبر المدارس الأجنبية. المدارس الأجنبية اللي كان فيه بريطانيين فهم نقلوهم، وكانت الكرة في أيامها المصريين ما كانوش يعرفوها، لكن اللي دخلها مصر الجيش البريطاني، لأن هم في المعسكرات بتاعتهم الكرة البريطانية عريقة يعني، في المعسكرات بتاعتهم كانوا بيعملوا ماتشات كورة. بعض المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في المعسكرات والمشاهلاتية واللي كان بيودوا لهم يعني تموين وكلام من ده، في قطاع كبير جدا من المصريين الحرفيين كانوا بيشتغلوا مع المعسكرات دي وبياخدوا رواتب وكده، هم دي اللي نقلوها بره المعسكر، اتفرجوا كانوا بيتفرجوا عليها فنقلوها وبدات تنتقل للشوارع والحارات المصريه. ما انتقلتش بقى بالشكل ده كوره وكلام من ده، لكن بداوا يلعبوها بطوب وحجاره، حجر اسمه الحجر الخفافي. الحجر الخفافي ده حجر بيبقى مسامي شوية فبيبقى خفيف قوي. حتى مختار التتشي نفسه بيحكي في مذكراته في الكتاب اللي كاتبه الأستاذ السيد فرج الصادق سنة 1956، فبيحكي له مختار التتشي بيقول له أنا كان عندي الدرج المكتب بتاعي في المدرسة نص كتب وكراريس والنص التاني حجارة خفافي من دي عشان في الفسحة ننزل نلعب ماتش. لكن بعد كده عرفوا يروحوا في محل في الموسكي، كان شهير المحل الوحيد في مصر كان بيبيع ملابس رياضيه مستورده وكده، فعرفوا مساله الكوره. في الوقت هذا الوقت كان بدا في الحواري كره القدم بالطوب والحجاره وحطوا حجرين وكده، وكانوا حتى كان في فقر شديد في مصر ايامها فكانوا بيلعبوا بالجلاليب يعني. وحتى يعني بيحكوا في بتوع الجيل ده اللي هو كان حسين حجازي وغيره، يقول لك حتى اللي كانوا بيلعبوا معانا يطلعوا الواحد يطلع لوالدته يعني يقول لها اصارير الجلابيه شويه لانها بيتوقع عن اللعب لانه مش كان عارف يشوط او يلعب كان بيرفعها ويربطها وكده على وسطه، فبداوا ياثروا الجلاليب عشان يقدر يعني. فالمساله كانت يعني كانت بدايات متواضعه جدا، لكن بسرعه اتنقلت مع ظهور يعني هي كانت في المدارس، بدات تخش المدارس مع الانجليز اللي كانوا في المدارس ماسكين مدارس. كان في واحد مشهور قوي اسمه تشيرمان، ده كان رئيس كان بريطاني وكان مهتم قوي بالرياضه، وده كان مسؤول التربيه البدنيه في وزاره التربيه والتعليم وصاحب سلطه جباره، وكان ناظر احدى المدارس برضه في ذلك الوقت. فبداوا ينشروها في المدارس اللي هي الخاصه اللي زي دي اللي فيها اولاد النخبه اولاد الاعيان وكده. كان من حظ حسين حجازي ان هو ابن نخبه ابن طبقه اسمها طبقه الاعيان. الاعيان دي اللي هم ملاك الاراضي، تمام، الفلاحين ملاك الاراضي. فهو في ذلك يعني الحياه كانت في او الكوره في مصر في بدايتها
زي ما قلت لك كانت بدايه بهذا الشكل. فهنا بدا اول فريق كره في النادي الاهلي 1911 اللي كان فيه بقى تتاسس فيه اللي كان فيه مجموعه كبيره زي 1911 يعني دي كانت بدايه الرياضه في النادي الاهلي. بدايه الرياضه كان كوره وكان تنس. كان كوره ده اول فريق للكوره في النادي الاهلي. كانت الفانيلات زي ما احنا شايفين كانت مخططه ابيض فاحمر بالطول. بعد كده كانت بعد كده كانت نصين في وقت تاني، نص ابيض ونص احمر. وليه ابيض واحمر؟ كان علم مصر ابيض احمر وجواه هلال وجواه نجمه في ايام فتره الخديويه او المرحله الخديويه اللي كانت مصر فيها تابعه للدوله العثمانيه. فكان العلم ده هو علم مصر. وبعد كده بقى العلم الفانيلا بقت لونين ابيض واحمر، وبعدين بعد كده خدت اللون الاحمر الكامل الساده. في ذلك الوقت الجيل ده بقى اللي قدامنا في الصوره. في بقى اول فريق ده اول فريق للنادي الاهلي كان مكون من حسين فوزي وابراهيم عثمان ومحمد بكري سليمان فايق حسن محمد حسين حجازي طبعا احمد فؤاد انور حسين منصور ابراهيم فهمي فؤاد درويش عبد الفتاح طاهر. هنا بقى اثنين منهم كانوا يعني اعلام في مسيره النادي الاهلي، يعني واحد فيهم في مسيره النادي الاهلي ياخد نشان برضو الخدمه الطويله. نقدر نميز في الصوره بالوشوش اللي قدامنا مين مين؟ يعني مثلا بيتوسطهم لابس تيشيرت ابيض. اعتقد ان لابس تيشيرت ابيض ده حسين حجازي. تمام. يعني اعتقد يعني بس هو تكوينه الجسماني كان تكوين قوي جدا يعني. فده ايام بقى لما كانوا بيشربوا الزبده في كوباياته السمنه البلدي في كوباياته. فهو واضح ان من تكوين الجسماني ان هو ده حسين حجازي، وانا اعتقد بنسبه 90% ان هو لان هو كان جبهته عريضه قوي. تمام. واحنا شفناه برضه في اخر الخمسينات كده فده حسين حجازي. تمام. ومعاهم بقى كان كابتن الفريق ده ما كانش حسين حجازي، قالوا لنا حسين حجازي ده اللي عمل الكره حقيقي في مصر وعمل فرقه كان باسمه وبيلعب فيها يعني يروح الزمالك ياخد يروح الاهلي ياخد الفرقه دي معاه، بعد كده راح الزمالك خد الفرقه دي معاه، بعد كده عمل فرقه باسم فرقه حسين حجازي ولف بيها الاقاليم. حسين حجازي كان يعني في هذا الوقت في بدايات النادي الاهلي قعد سنه، وبعدين بعد كده سافر راح اتعلم في انجلترا لانه سقط في البكالوريا. أوكي. من الحاجات اللي برضو عن حسين حجازي ان هو سقط في ان هو اتجوز بدري قوي، كان اقل من 18 سنه. عن 18 سنه ابوه جوزه، وبعدين كان ليه شهره مدويه في بطولات المدارس، لان بطولات المدارس هي اللي كانت حاجه كده زي النهارده الدوري العام، وكانت تحظى برعايه قويه جدا من ال اذا ده اول فريق لكره القدم في النادي الاهلي، ودي بدايه الرياضه في النادي الاهلي 1911. انا عايز اتكلم بس عن واحد احمد فؤاد انور اللي هو كابتن الفريق. احمد فؤاد انور ده ياخد نشان الخدمه الطويله لان ده في كل شيء اشترك، ما سابش النادي الاهلي او ما سابش الاداره لغايه وما سابش الرياضه المصريه. من يعني في هقول لك مثلا هو من مؤسسين اتحاد الكوره، مؤسسين اتحاد الملاكمه، مؤسسين اتحاد رفع الاثقال، مؤسس اتحادات كتيره جدا مع رياض شوقي، دول اهلاويه برضو. كان في رياض شوقي ده في الاهلي فيما بعد، وبعدين ده من مؤسسين اللجنه الاولمبيه، اول لجنه اولمبيه مصريه اتاسست سنه 34، مصريه صميمه بعد تمصيلها. كان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه، وفضل سكرتير العام اللجنه الاولمبيه من 34 لغايه 46، بعد كده وكيل اللجنه الاولمبيه لغايه سنه 49. تاريخ كبير في الرياضه من 1911 ل 1949 بيدي رياضه 38 سنه. فطبعا يعني ده جيل رائع يعني، وده واحد من الناس اللي هم اكيد حطوا القيم، لان ده احمد فؤاد انور ده كان عضو اللجنه السداسيه اللي حققت مع فؤاد درويش وسليمان فايق في الواقعه بتاعه 1912 دي الزعيق في الزعيق اللي حصل فيه، وخدوا قرار بشطبه بالظبط اذا من النادي بالظبط. طيب استاذ محمد، في كاسين في